مرحبا شباب، اليوم معنا أفضل إضافة تساعدك على حل مشاكل عدم توافق الحزم في فلاتر بشكل أسرع. طبعا بعد تحميل الإضافة ستجد أنه في ملف الـ XML يظهر أمام الحزمة هنا بالعلامة الصفراء. عند الوقوف عليها يعطيك خيار تحديث هذه الحزمة والباكج إلى آخر إصدار الذي هو 2.2 يظهر هنا الرقم. ننظر عند الضغط على Update SQLite يتحول إلى آخر إصدار 2.2. كذلك تتوفر خيارات أخرى في هذه الإضافة عند الضغط على More Action. ننظر هنا More Action، يمكنكم خلالها تحديث الحزمة إلى آخر إصدار كما فعلنا سابقا، أو Update All يعني تحديث كل الحزم، أو يمكنك مشاهدة الحزمة على موقع البوب. ننظر عند الضغط عليه ينقلك إلى موقع البوب ديف الخاص بالحزمة للتأكد عن آخر أخبار الحزمة والإصدارات التي تم إنشاؤها. كذلك نتأكد أن الـ SQLite هي آخر إصدار 2.2 للتأكد أن الإضافة تعمل بشكل صحيح. هذا هو الإصدار الأخير. إذا الإضافة تعمل بشكل صحيح. الإضافة هذه تسهل لك الكثير من تختصر الكثير من الوقت والجهد. يعني سابقا إذا أردت أن تحديث آخر إصدار لأي حزمة تقوم بنسخ الاسم ثم الذهاب إلى موقع البوب ديب والبحث عنها ثم الانتقال إلى البرجل، يعني تأخذ وقت، لكن هذه تعطيك تختصر الكثير من الوقت وتعطيك آخر تحديث من رقم إصدار الاسم. طبعا لمعرفة كيف تحميل هذه الإضافة تذهب إلى Setting ثم انتقل إلى Login ثم قم هنا تذهب إلى Marketplace ثم قم كتابة Flutter Pop، هذه هي اسمها Flutter Pop Virgin Checker. أنا قمت بتنزيلها في المصباح، تضغط على خيار تنزيل تنتظر قليلا ثم تضغط على Apply ثم OK. ويفضل أن تقوم بعمل إعادة تشغيل برنامج أندرويد سيدو من أجل تعمل الإضافة بشكل مضمون. أنصح الجميع بتحميل هذه الإضافة. انظر العلامة الصفراء تظهر فقط في الحزم أو المكاتب التي يتوفر منها الإصدار الأخير، أما الحزم التي محددة إلى آخر إصدار يظهر على أي شيء. انظر هذا الإسكيب لايت، عندما قمنا بتحديده إلى آخر إصدار ذهب اللون الأصفر. أتمنى أن يكون الفيديو نافع لكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انتظرونا في الفيديو القادم.